السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكون في احسن الظروف واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جينا باش نديرو واحد العشيوه سهله مهله. داكشي اللي عندي في الثلاجه غادي نحاول ندير واحد العشيوه. يا سلام، انا عندي الدنجال انا ديجا كنت وريت لكم خديته من ديك المتجر ديال اتش مارت، رائع زوين وطري. هنا غادي نقطعو كما شفتوا، درت واحد بعدا واحد المقله تسخن، درت فيها واحد القياس قيمت ديال الزيت اللي غادي نقلي فيه، وغادي نحاول نقطعهم كما كتشوفوا شرائح شويه رقاق، ما يكونوش غلاط، عاوتاني ما يكونوش رقاق بزاف، لان غادي نقليهم ما خصهمش يتحرقوا، وفي نفس الوقت ما خصهمش يكونوا غلاط باش يطيعوا معايا في الخدمه. كما قلت لكم هنا غادي ندير واحد العشيوه خفيفه ظريفه بالدنجال ولاصوص وشويه الكفته. انتم غادي تشوفوا الطريقه باش غندير لها. المهم كل حاجه عندي منها شويه داكشي اللي عندي راه غادي نقضي به. سمحوا لي. صافي، هنا كما شفتوا راه كنحاول نقطعها بالطول. الا كانت عندكم صغيره راه غتقطعوها بنفس الطريقه، كانت كبيره بحال اللي عندي انا بحال هاد القياس اللي عندي ديال الدنجال غادي تقطعوه بنفس الطريقه. سمحوا لي مع هاد البرد، لا اله الا الله محمد رسول الله، كل مره فحال. صافي كما شفتوا هنايا غادي نحاول نقطع لكم كامل، وهنا غادي نخليه وغادي نفرشو في شي صينيه اولا نفرشو في شي طبصيل اولا نخليه تما في ديك القطعه انا النت اللي قطعتها فيه، وغادي نحاول ندير عليه الملحه بواحد الكميه. علاش؟ لان الملحه راه شفتوا كتشرب كتطلق عفوا داك الماء كامل اللي فيها. حسن انكم ترقدوه في الماء وديروا الملحه، كاين الناس كيديروه في الماء وعاد كيديروا الملحه، لا، لان هو اصلا فيه الماء. اللهم غديريه فحال هكا مفرق، فرقيه في شي بلاطو ولا في ديك السطح العمل اللي انت كتخدمي فيه، وصافي ديري عليه الملحه وخليه على جنب، وغادي من بعد غادي يطلق لك كاع داك الماء اللي انت اصلا ما محتاجاش به، لانه هو ملي كيكون فيه الماء راه كيهز الزيت بزاف وما كيجيش مقرمش، كيجي هكا فحال ما كيجيش مقرمش زوين، وكيبقى يعذبك حتى في القليان لان كيبقى يطير الماء ديالو وداكشي. هنايا كما شفتوا شديت داك البلا هي اللي غادي ندخل الفران. شوفوا شي بلا اللي غادي تدخلوا لها الفران بيريكس، اما على شكل هكا دائري ولا اوفال ولا الكاري اللي عندكم. غادي نشد واحد القياس جوج مطيشات، انا قلت لكم قريت داكشي اللي عندي في الثلاجه لاخر الاسبوع، خصني نحيد عليا كاع ديك الخضره اللي كاينه وداكشي اللي كاين. شديت ديك جوج مطيشات حكيتهم على الحكاكه راكم شفتوا، وهنا خديت واحد جوج ديال الضريسات ديال الثومه على القياس اللي بغيتو، جوج ثلاثه على حسب نتوما الكميه ديال الثومه. انا كتعجبني الثومه في الماكله، لا ليا لا للوليدات، ضروري راكم عارفين القيمه ديال الثومه، راه الانسان كون يعرفها راه يبدا ياكلها يوميا وياكلها هكاك خضره. صافي هنا كما شفتوا انا درت ديك جوج ريس ديال الثومه، وهنا غادي نضيف واحد شويه قيمه ديال معلقه كبيره كما شفتوا ديال لاصوص طوماط. ما عندكمش ما ماشي ضروري، غير انا كتهويها شويه كتدير هي بحال كتخثر المرقه، وهذيك القيمه القياس يعني عفوا ديال الماء اللي ضفت راه هو اللي غادي نبيه غادي نطيب، ما غادي نضيف حتى شي حاجه اخرى. هنا كما شفتوا غادي نبدا في العطريه، درت شويه ديال التحميره هي البابريكا ولا الشاونيه، درت شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، المهم العطريه على حسب الذوق ديالكم نتوما، بغيتوا البزار زايد كتبغيو الملحه زايده كل واحد والملحه ناقصه كل واحد شنو كيبغي. درت واحد شويه ديال السكينجبير، غير شويه السكينجبير ماشي بزاف. صافي وكنحاول نخلط داكشي كامل، وكنضيف القياس ديالي ديال الزيت فين غادي يطيب ديك المريقه وصافي ديك لاصوص. صافي هنا صافي كنبدا نخلط باش غادي نمزج كاع دوك العناصر، وغادي نضيف لها هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس. هنا كما قلت لكم هذه الحيله ديما كنديرها، شوفوا شحال بقى ليا تما، راه الاسبوع كامل هو كان في واحد البواطه كبيره، وبديت كنستعملو حتى بقى غير داك القياس. صافي وقلبتو في ديك البواطه الصغيره كما قلت لكم، كتشدوه ما كتغسلوش، كتنقيوه مزيان وكديروه في واحد البواطه ديال البلاستيك، كتضيفوا معاه واحد الحاجه ديال المعدن، اما موس اما معلقه، اما كما شفتوا انا راه دايره تما واحد المعلقه صغيره. داك القياس اللي بقى ليا راه غادي يبقى نقي، ما غادي هذا اسبوع تقريبا كما قلت لكم انا راه بدلته من البواطه، كان عندي واحد الكميه كبيره، وهذه هي الطريقه اللي كندير من غير الا كنت غادي نقسمو على جوج. كانت عندي كميه كبيره ديال القزبر راه كنطحنوه مع الثومه كما سبق وريتكم، وكنديرو في قرعه وبيه كنبقى نطيب اولا شرموله اولا كنضيف له العطريه اللي انا بغيت، وكنضيف له العدس اللوبيا، المهم كيبقى مهني ما كيخسرش.
لان الا بقى هو في الساشيه كيخسر. الا شديتيه وقرطتيه ودرتيه في الفريكور ما كيبقى عنده لا بنه ولا مذاق. من الاحسن هذه الطريقه هي احسن طريقه، جربوها وغادي تشوفوا انها ناجحه معكم 100%. هنايا كما شفتوا ها هو طلق الماء ديالو، ها هو طلق الماء تما، وانا غادي نحاول مازال غادي نحاول نعصرو مزيان بديك البابي ديال هي الكوزينه. راه هذاك كيابسوربي كاع كيمص داك الماء ديالو. كما شفت انا بدلتوه، مع ذلك هو باقي فيه الماء، ولكن غادي تعطيوه شويه الخاطر وغتحاولوا ما امكن زعما تحيدوا منه الماء. كانت عندكم شي فوطه ديال الكوزينه نقيه ولا شي منديل نقي، خلاص راه غادي تستعملوه، غادي تستعملوه تنشفوا به داك الطريفات ديال الدنجال. هنا حاولت باش نشوف الزيت، لقيتها مازال ولكن هي بدات كتسخن. صافي غادي نبدا نحط دوك الشرائح ديال الدنجال. واخا تحطوا وحده فوق وحده ماشي مشكل، هو راه دغيا كيشرب الزيت، دغيا كيتصهد، دغيا كيهبط معكم، ماشي مشكل. تما كما قلت لكم كانت عندي واحد شويه الكفته، كنت سبقت درتها للدراري درت لهم سباغيتي وخليت ديك القياس. كما قلت لكم في الاول انا راه غادي ندير واحد العجيوه خفيفه ظريفه، وبداك الشيء القياس الاقوامات اللي عندي في الكوزينه، ما غاديش نضيف حتى شي حاجه غير داك الشيء اللي عندي. عندكم الدنجال غادي ديروا هذا الشيء، ديروا هذه الاكله. عندكم شويه الكفته مع شويه لاصوص، وهذا غاتجيكم اسهل حاجه، ماشي غاتا ولكن غادي يجيب لاصوص وتكشي بالمريقه ديالو هكا دواز ديال الخبز. صافي هنا كما شفتوا كنحاول انني نقلب داك الدنجال باش كيطيب من كاع الجوانب. وكما قلت لكم ما خصوش يتحرق، راه هذاك هو القياس ديالو ديال الطياب، ما خصوش يتحرق باش يتلوى معكم، عفوا يتلوى معكم ديك الطريقه اللي غادي نديرها ان شاء الله باش هادي تشوفوها. صافي هنايا غادي نحاول نحيد كاع ديك الكميه اللي شفتوا ديال الدنجال، وغادي نديرها في داك الطباسل ودايره في نفس الوقت داك الورق ديال الطبخ باش كينشف ليا شويه الزيت. واخا ما غاديش يشرب بزاف ديال الزيت، كونوا على يقين ان ديك الطريقه اللي درت له ديال الاول ديال انك ديري عليه الملح وتخليه يطلق واحد نص ساعه، من بعد كتنشفيه جوج ولا ثلاثه المرات ما كيبقاش فيه حس الماء، مي راه ما كيشرب لا زيت لا والو. هنا كتشوفوني كنقطع دوك الطريفات، هذوك غير اللي بقاو ليا ما غاديش يصلحوا ليا في الشكل ديالهم يجوا اوفال، بقاو طروفه هكا اللي داروا ليا مع الموس او اللي ما عرفش ما قديتهمش مزيان. كنحاول انني نقطعهم طريفات رقاقين وغن ما نضيعهمش حتى هما غادي نستعملهم، ما عندهم لاش يضيعوا، غادي نستعملهم حتى هما، غادي نحاول غادي نديرهم في المقله وغادي نقليهم عادي فحال الشكل ديال الدنجال، وغادي نلوحهم باش يعلكوا ليا شي شويه المريقه. وفي نفس الوقت ما غيضيعوش، علاش غادي يضيعوا؟ ما عندهم لا يضيعوا ما والو. خصنا اي حاجه كانت في الكوزينه غادي تستعمل، ما عندها لاش تضيع، حتى الماكله الا بقات راه ضروري ما كتسخن، عادي بالعكس. صافي هنايا كما شفتوا هذيك المريقه ديك لاصوص راه درت فيها المسائل كامله، وضفت لها دابا غادي نضيف لها داك الدنجال الرقيق اللي قطعت. صافي ومن بعد غادي عندي واحد الفليفله حتى هي كاينه، غادي نضيفها قطعتها كما شفتوها على شكل طولي بحال هكا، وغادي نصهدها شي شويه، ما غاديش نقليها حتى تحرق ولا شي حاجه، ولات غير كتهبط شي شويه معايا وصافي، ما غاديش لان ديك الكميه قليله. وفي نفس الوقت ما عندها لاش طيب، لان مثلا غادي تدخل الفران وغادي تكمل الطياب ديالها في الفران. صافي كما شفتوا هنايا هو هذا القياس، هو هذا قياس طيابها بركه عليها. غادي نضيفها حتى هي على داك الخليط ديال لاصوص ومع الفلفله ولاصوص والدنجال، راكم عارفين البنه وتبارك الله والله الا واحد الريحه طالعه غزاله، مازال ما طيبتها ما والو غير ديك الشرموله طلقات فيها ديك الفلفله، وريحه الفلفله ملي كتكون كتسقلى راكم عارفين كلشي كيحمق على ديك الريحه ديال الفلفله ملي كتكون كتسقلى ولا الدنجال. صافي هنايا كما شفتوا هذيك الكميه اللي عندي انا ديال الكفته خلاص طيبه عاديه، بالبصله والقزبر والعطريه البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير ضروري، انا كندير فيها شويه ديال السكينجبير هي الغيزه. صافي والملحه والتحميره وشويه ديال الكمون، ماشي بزاف غير شويه، لان غادي نشويها ما والو، راه غير غنطيب بها. صافي هنا كما شفتوا كناخذ دوك الشرائح على طول وكنعمرهم في القنيت بواحد شويه ديال الكفته، وكنروليها على هذا الشكل هذا كترولها. صافي وكنحطها هكا مصفه وحده مع وحده وحده مع وحده. بغيتو ديروهم على شكل طولي، انا لانني عندي الدنجاله كبيره كما شفتوا جاوني دوك الشرائح شويه كبار طوال، غادي نديرو على هكا، غندورهم في ديك البلا في ديك الطبصيل على هاد الشكل. نتوما كانت عندكم الدنيجيله غير صغيره
راه كتشدو كتلويهم بنفس الطريقه، ولكن كتوقفوه كيجيو واقفين هكا في الطبصيل وكديروا فوق منهم ديك ساعه لاصوص. انا لانني عندي دوك الشرائح كبار اضطريت ندير هاد الطريقه هادي. صافي انا كنحاول نفرق ديك الكميه ديال الكفته الكفيته ماشي تاكتاي شويه مع هذيك الكميه اللي عندي ديال الشرائح ديال الدنجال. صافي وما غادي نضيع حتى شي حاجه، اي حاجه بقات لي غادي نستعملها. كما شفتوا حتى هذيك اللي عندي شويه هكا مقطعه، ديك الدنجاله اللي عندي شي شويه مقطعه راه غادي ندير وحده فوق وحده، وغادي نحاول نلقمهم بيناتهم وغادي نعمرهم وغادي نحطهم باش يكملوا ليا الطبصيل. وهذوك اللي بقات لي تما ما بقات لي شويه الحشو بقات لي وحيده حطيتها هكا في الوسط لان حتى هي راها طايبه ناضيه. وشديت واحد طوماط سوغيته صغيره وشتوها درتها فحال الوريضه هكا وحطيتها الوسط، وهذا هو الشكل ديالها هكا كتجي. صافي من بعد كتدخلوها الفران باش طيب. هنا عندي واحد الخبيزه، هذا الخبز انا كنعجنو شويه جاري ما كيكونش قاصح، جاري شي شويه فحال الشكل ديال الشفنج، فايت شي شويه الشفنج. صافي وكندهن هذيك المول كندهنها شويه بالزبده، حسن ما كندير الزيت، انا ما كنديرش الزيت ديال الروميه بزاف، زعما الزيت النباتيه ما كنستعملهاش، من الاحسن ديروا الزبده. شويه ديال الزبده كندهنها صافي وكنديرها، شوفوا كتجي غزاله. صافي وكنبقى نقابلها كنقلبها، ومن بعد كنبغي نقلبها عاوتاني كندير الوجه ديالها شويه ديال الزبده، اولا كيكون ديجا فيها المقله فيها ميدمه بالزبده. صافي كافي كتجي زوينه وبنينه هكا الفطور وغزاله وصحيه، وهي ديال الزرع انا هذه درت فيها شويه الزرع. صافي كما شفتوا ها هو الطويجن ديالي وجاد، العشيوه وجدات غزاله، الريحه زوينه وبنينه، وشي حاجه بسيطه واللي عندك في الكوزينه ماشي ضروري تمشي تقضي وتجيبي وتحطي، داكشي اللي عندك قضيبيه للوليدات، المهم ليسونسيال يكون الماكله ديال الدار. كما شفتوا هنايا درت شويه ديال الدسير عندي حتى هو شويه شويه من الحاجه خلطته في الزليفات بحال هكا وحطيته. وتما عندي الخبز ديال الدار حتى هذاك راه عشنتو ديجا شاركته معكم، حتى هو كيجي بنين هذا ديال الزرع، لان كندير فيه الزرع ما كنديرش فيه غير الفينو والفورس الغلاد، كندير فيه حتى الزرع. انا كل مره كندير لكم مره الزرع مره هكا على حسب، راكم عارفين كل واحد وشنو كيبغي ياكل. هي هذه العشيوه ديالنا خفيفه ظريفه وبنينه وصحيه وزوينه، راه ما فيها لا زيت بزاف لا والو، راه ما كيتشربش الزيت، غير جربوه والله ما كيشرب الزيت، كيبقى ناشف يلاه كيطيب ديك الزويته البلديه اللي درت في الاول. نتمنى ان شاء الله تدعموني بلا لايك، وهذا الانستغرام ديالي زوروني فيه ودعموني بلا لايك ولي كومونتير، ونتمنى ان شاء الله تساعدوني باش تفعل لي القناه، لان القناه مازال ما تفعلاتش. شكرا بزاف.